سارع الخطوات إلى كربلاء المقدسة، والقصص عديدة ومنوعة. قصتنا اليوم راح تكون مختلفة، يمكن هواي من عندكم يشاهد مواكب تعجز بما تقدمه من خدمات للزوار، بس انه نشاهد موكب خاص للصم والبكم وين؟ بالنجف الأشرف. هذا الموكب اللي موجودين به كلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، يقدمون خدمة للزوار على مدار هذه الأيام. راح أدخل وياهم بأجواء الخدمة، وأكيد راح أشاركهم بخدمة الإمام الحسين بهذه القصة. خليكم وياهم. هاي الخدم نفخر، الشهور تتحضر، كل موكب وتسهر تخدم الزوار. وصلنا هسه لموكب الصم والبكم اللي يقع تحت مجسر ثورة العشرين. هذا الموكب اللي أصبح إيقونة للصم والبكم اللي موجودين بالنجف. طبعاً الأستاذ هنا هو المترجم، على اعتبار هو المدرب الخاص بهم. إحنا راح نتعرف. السلام عليكم. إحنا سعداء جداً إنه اليوم نلتقي بكم بقصتنا، ونريد نتعرف على هذا الموكب. إيش وقت تأسس؟ وشنو الخدمات اللي تقدمونها للزوار؟ نرحب بكم كل الترحيب، واهلا وسهلا بكم ورحمه الله وبركاته. احنا هذا الموكب ثورة العشرين للصم والبكم، الحمد لله والشكر. احنا هنا نقدم 14 يوم خدمه طعام والاكل والمشرب للزوار للامام الحسين عليه السلام. احنا الامام الحسين جرح قلوبنا ما ينبض ابد الدهر، باقين كل العالم، هناك دول كافه دول العالم تجي لزياره الامام الحسين عليه السلام. احنا هنا جهدنا وتعبنا نقدمه، نحصل من اجل الثواب وغفر الذنوب عنا. وعلى قول الامام السيد السيستاني الله يحفظه خيمه العراق، يحث على هذه المواضيع عن تقديم الزوار الاكل والطعام والمأتم، لان كل بقاع العالم تاتي لهذه الزياره تتبرك بها، تألم لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. عجنا سنين أستر وسير، عجنا سنين أستر وسير، يلا زحف زحف، شيل ايدك شيل ايدك، زحف زحف عليك الحسين حال الانقلاب حال الانقلاب. أستاذ جواد، يا ريت تسأل الشباب الخدم هنا انه هذا الموقف فقط لأهل النجف صم والبكم، لو كل المحافظات؟ وش وقت تأسس؟ يا سنة خلينا نعرف، يا سنة تأسس؟ احنا موكب النجف الأشرف للصم والبكم، هذا الموكب خاص لأهل النجف، ماكو كل أحد من المحافظات. تأسس الموكب عام 2010، احنا كليتنا خدمة الإمام الحسين عليه السلام. أي زائر يجي من بقاع العالم وكل محافظات العراق يجي، احنا نقدم له الأكل والطعام والمبيت. ايش قد اعداد الخدم اللي موجودين؟ تراوح بين 10 بين 15 بين 16 واحد هنا يشتغلون الخدم بهذا الموكب الخاص. خير ان شاء الله. الشباب هنا يعني اللي يخدمون بهذا الموكب، عندهم اعمال اخرى مثلا تركوها حتى يجون يخدمون؟ نعم، احنا عندنا اعمال، كل من يشتغل شغلته ونجي، بس احنا قدسية هذه الزيارة تحتم علينا نعيف اعمالنا وبيوتنا خدمة للامام الحسين وزار الامام الحسين عليه السلام. شلون يتعاملون ويا الزوار؟ يعني هو ما يتحدث وما يسمع، شلون يحكوا وياه؟ شلون يتفاهم وياه؟ يعني شلون يعني يصير التواصل بيناتهم؟ احنا موكب الصم والبكم، احنا نجي نخدم هنا زوار الامام الحسين عليه السلام ثورة العشرين. احنا اي زار يجي نتعامل وياه من اي تعامل مالته، ان نسهل عليه الجواب مالته. شلون يتواصل وياه؟ يقول يعني اكو مترجم عندنا هنا يجي ويانا، اذا يسال نقول له اكو عندنا مترجم هنا، نعرف شو يريد ما يريد، واحنا نقوم بخدمته للزائر مالته. اكو مترجم موقف. الطفل كل شايب شايف، حجي صلاح الله يساعدك، مساعد حيلك حبيبي، الله على هالحر هذا وتدخل الحسين، رحم الله والديك زوار الإمام الحسين، عاشت إيدك الله يخليك.
عاد الصراحة سولف لي الشباب هنا كلهم من الصم والبكم، شلون عرفوا هاي القضية، قضية الخدمة تعلقهم بالإمام الحسين عليه السلام، انتم هم لكم دور بهاي القضية؟ هاي الشريحة من الصم والبكم عند بعض البشر والأشخاص والناس باعتقادهم هم يعني لا يعرفون ولا يفتهمون ولا لا، بالعكس هم يدركون وعدهم معرفة وعدهم إلهام ومحبة الأهل البيت. نعم زين، وهم عندهم يعني دخل بيناتهم يجمعون أغلبيتهم كسبة قوتهم يومي، وإحنا هماتين وياهم ندعمهم لهذا الشيء زين، ونحفزهم حتى نراوي للعالم في العالم، العالم كله بأجمعه بين حب الحسين، مو عند شخص واحد، مو بس عند الأسوياء أو عند بس بعض الأشخاص، لا حتى عند بعض اللي عندهم إعاقة وبعض اللي عندهم بعض الأمراض يعرفون محبة الحسين وقصة الإمام الحسين. ثالث مشهد الفزز دموع العين، موكب والسكون يجسد الحال، بس ونو نعيبين الشباب يا واحد نشوف. ماذا فعلت يا أبا عبد الله بخدامك؟ أي جنون نشوف اليوم الصم والبوك لو الاحتياجات الخاصة المكفوفين، الكل يقدم خدمة بتفاني بطريق الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام جنن الجميع ما شاء الله على هذه الخدمة، يعني والله العظيم إحنا ككادر نعجز إن نشوف هذه القصص بطريق يا حسين. هذه قصتنا قبل تحياتنا.